السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الحلويات وصباح الحلويات. هنشوف مع بعض دلوقتي طريقة بلح الشام من الحلويات الشرقية والحاجات المحببة لينا كلنا. هنقولها لكم بطريقة سهلة كده إن شاء الله، وفيها بعض التركات وأسرار. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا سر القرمشة الخفيفة اللي من بره وطري كده وجميل جدا من جوه. يلا بينا نبدأ ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ادي 3 كوب من السكر، هضيف عليهم كوبايتين كده من المية، وادي الكوباية التانية، وهقلب لحد ما السكر يدوب. هقلب، عايز السكر ده كله كده يدوب كويس، وبعدين ابدأ اشغل عليه النار واسيبه لما يغلي. ابدأ احط له الليمون. الشربات بتاع بلح الشام لازم يكون بارد، فبتجهزيه قبلها بفترة بحيث ان هو يبرد تماما، وبعدين تعملي بلح الشام. بلح الشام بيكون سخن والشربات بارد، فكده تحتفظي بان بلح الشام يكون مقرمش وما يطراش معاكي بسرعة. هقلب تماما كده لحد ما يدوب تماما. كل ده انا لسه ما شغلتش النار عليه. اول ما بتغلي بالشكل ده بضيف لها عود من القرفه، بضيف لها ادي عصره ليمونه، وادي شويه من الفانيليا. واخر حاجه عندنا في السيرب، ومكون رئيسي جدا، ان انت تحطي معلقه من الكورن سيرب او معلقه عسل نحل لو مش متوفر. ده مهم جدا عشان يحافظ لك عليه كده ويديكي لمعة في بلح الشام وما يسكرش معاكي، وبيبقى كده ممتاز جدا. فمهم جدا معلقة الكورن سيرب او تحطي عسل. 10 دقايق وهطفي واسيبه يبرد تماما. نبدأ نعمل بقى بلح الشام. ادي كوبايتين من المية ونص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة اكل كده من السكر، ومعلقتين مليانين من الزبدة. وهحط بقى كل ده كده على النار واقلب لحد ما السكر يدوب كويس قوي والزبدة تسيح. ابدأ ان انا بعد كده اضيف الدقيق. اهم حاجة النار بتاعتي دايما تكون وسط عشان مش عايز المية تتبخر والمقدار بتاعي يقل. هبدأ دلوقتي ان انا انخل الدقيق. ادي الكوباية الاولانية، المقدار بتاعي 2 كوباية مية وعليهم 2 كوباية من الدقيق. اهم حاجه بنخله، بيتخللوا كده الهواء وبشيل منه اي رواسب موجوده في الدقيق. وادي الكوبايه الثانيه، طبعا ما ننساش نحط ايه، احنا حاطين ذره الملح اساسا، حاطينها نص معلقه صغيره. في مكونين رئيسيين هقولهم لكم واحنا بنشتغل، فتابعوا الفيديو معانا للاخر. حاجات مهمه جدا واسرار نجاح وقرمشة وهشاشة بلح الشام، فتابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تعرفوا كل اسرار نجاحه. خلاص، اول ما الاقي كده المية بدأت هتغلي على طول احط الدقيق، مش عايزة افقد اي حاجة من المية عشان يبقى المقدار عندي ايه متساوي. اهم حاجة التقليب المستمر، النار بتاعتك تكون يعني من هادية كده الوسط، ما تخليهاش عالية. اهم حاجة الدقيق يستوي كويس. يبقى دلوقتي من ضمن الاسرار ان لازم العجينة بتاعتنا دي تكون مستوية كويس جدا. تفضلي تقلبي فيها كويس، يا اما بالسباتيولا او بمعلقة خشب، والتقليب جيد، وان انت تفكي اي تكتلات كده من الدقيق وتخليه يستوي معاكي كويس جدا. هنوصل لحد مرحلة ان هو يتكور معايا كده ويسيب خالص الحلة ويدوبها كورة كده متماسكة مع نفسها زي ما احنا شايفين كده. هتبقى ايه تمام جدا، وبقت عجينة ناعمة وملساء وجميلة جدا. اول ما احس كده ان هي كده استوت معايا وسابت الحلة زي ما انتوا شايفين، خلاص هطفي النار واسيبها لحد ما تبرد. الخطوة دي مهمة جدا، فما تستعجليش فيها، عايزة صبر وتكون ايديكي فيها قوية وتقلبي كويس جدا. يعني دي تعتبر الخطوة المتعبة في بلح الشام اللي هو التقليب المستمر. خلاص كده خلصت، طفيت النار وهبدأ ان انا اسيبها تبرد في اناء تاني كده علشان تبرد تمام.
قبل ما اضيف لها اي بيض. هسيبها تبرد شوية بعدين ابدأ اشتغل فيها، او ممكن تحطيها في العجان وهي بتتقلب كده بتبدأ ايه تبرد. تمام، شايفين الحرارة كده ايه بتطلع منها. عايزة ابردها عشان البيض ايه ما يستويش لما احطه. هبدأ بقى ان انا اضيف البيض كده ايه واحدة واحدة. ادي البيضة الاولى، وادي البيضة التانية. انا كنت دايما بعملها ان كل كوباية من المية مع كوباية دقيق وتلاتة بيضة. في الطريقة دي هنا حاولت ان انا اخليهم بيضتين بس لكل كوباية مية ودقيق واشوف النتيجة ايه، والحمد لله النتيجة طلعت كويس. يبقى انت عندك حسب حجم البيض برضو، يعني حطيت في المقدار ده مع كوبايتين مية وكوبايتين دقيق حطيت اربع بيضات. تمام، تقدري تحطي خمسة او ستة حسب حجم البيض اللي عندك، يعني معاكي من 4 لحد 6 بيضات تحطيهم ايه واحدة واحدة. واحد اهوت من اسرار نجاحه. دلوقتي حطي معلقتين من النشا ومعلقتين من السميد اللي هو سميد البسبوسة يعني. تمام، حطي معلقتين نشا ومعلقتين من السميد، ده هيديكي القرمشة الجميلة والطعم الحلو قوي للبلح الشام اللي انتي بتاكليه بره. يبقى دي كده من اسرار النجاح اللي احنا شايلينها للمرحلة دي. حطيتهاش على النار لكن حطيتها هنا مع الضرب، وضربت كويس كله كده مع بعض واداني النتيجة دي زي ما انتوا شايفين. ايوه بالظبط كده، تبقى تلاقي العجينة معاكي مش تقيلة ولا خفيفة قوي. احضر بقى ادي كيس الحلواني، طبعا بتحطي برضو ايه اكيد فانيليا، وهحط فيها شكل البلبلة المناسبة لبلح الشام. حاول احطها كده في دورق علشان اعرف احط ايه العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعبيها ونحاول ان احنا ما نعبهوش كتير علشان ما يبقاش تقيل على ايدينا. وهحط صينية او حلة فيها زيت على النار، اهم حاجة بيكون زيت غزير وما يكونش الزيت ساخن. لازم يكون الزيت حوالي مثلا من 30 لحد 40 بس درجة الحرارة بتاعته، يعني تحس ان هي دافية او دمعة عين، لكن ما يكونش ساخن ابدا. دي برضو من اسرار نجاح بلح الشام. طبعا بتحصل بعض الاخطاء في اول مرة لكن بعد كده ايدك بتظبط. استخدام المقص كده وانتي بتنزلي وبتقصي وتبقى ايديكي ايه خلاص اتعودت على حجم معين عشان تطلعيه كله قد بعض. النار بتاعتنا في البداية كانت عالية علشان الزيت يبدأ يسخن. هتلاقي كل ما الزيت يسخن بلح الشام بيقب معاكي كده لفوق، بيطفو كده على السطح. تبدأي في المرحلة دي ان انتي حاولي تخلي النار وسط شوية، متخليهاش هادية قوي ولا عالية جدا. خلاص الزيت وصل لدرجة الغليان في المرحلة دي، يعني دلوقتي فوق 100 درجة مئوية، فهيبدأ بقى ان هو ايه عشان يستوي كويس نهدي النار نخليها وسط. وقلي بيها كل شوية وتحاول ان انتي تضغطي عليه بالمعلقة لتحت بحيث يبقى تحت الزيت علشان يستوي قلبه كويس. له خطوات كده وحاجات مهمة جدا لو اتبعتيها هتحصلي على بلح الشام ممتاز ومقرمش من بره وجميل جدا من جوه. خلاص ده اللون اللي انا عاوزاه الذهبي كده الجميل. بتطلعيه بقى كده في مصفى او على ورق مناديل. اول ما تخلصي بس كل الكمية دي هطفي النار، اني ما اقدرش ابدا انزل بلح شام تاني في قلب الزيت اللي سخن قوي ده، لازم اسيب الصينية تبرد تماما. خلاص الشربات بتاعي خلاص هنا بقى برضو دافي بسيط مش عايزاه سخن، وانزل فيه عليه بقى بلح الشام. وبلح الشام سخن والشربات بتاعنا بيكون بارد او دافي. وبنزل فيه وبقلبه تقليبتين كده وبشيل على طول، ما تقعدهوش كتير في السيرب علشان ما يترش منك. وبصفيه كويس قوي، شايفين قوام السيرب بتاعنا ممتاز ممتاز، وطلع معانا بلح الشام بالشكل ده.
الصراحة كان طعمه تحفة جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. شايفين في تكة قرمشة كده خفيفة من بره وطعمها من جوه بقى طعم السميد اللي فيها بقى، وصراحة تحفة بجد. بعد ما الزيت هدا تماما تقدري تعملي بقى ايه بقية المقدار. على فكرة ممكن العجينة متعبية معاكي في كيس الحلواني اقفليها كويس في كيس ودخليها التلاجة، تقدري تاني يوم تعملي الكمية التانية. اول ما الزيت هيبدأ يغلي بالشكل ده هدي النار بتاعتك خليها وسط. شايفين بتبدأي بقى ان انتي ايه تحركيه كده خفيف عشان ما يلزقوش في بعض. اول ما هيعلى فوق كله يطفو بالشكل ده نارنا تبقى وسط، واتك عليه كله لتحت كده علشان قلبه يستوي كويس جدا. اتمنى ان انتي تهتمي بكل الخطوات والعوامل نجاح بلح الشام اللي انا قلتها، ان شاء الله تحصلي على بلح شام ممتاز جدا جدا. لو اول مرة تشاهد قناتي بقى ما تنساش تدوس زر الاشتراك سبسكرايب، فعلوا الجرس ولايك. بشكركم والى اللقاء. سوزان مقاول.